تحية صباحية موتة جديدة مشاهدينا الكرام ولكل من التحق بنا اللحظة، أهلا بكم إلى هذه الفترة النقاشية ضمن غرفة الأخبار، وأهلا بكم إلى هذا العدد التوعوي بامتياز والذي خصصناه للشأن التربوي. فمع اقتراب موعد امتحانات الرسمية تزداد بطبيعة الحال مخاوف ودرجة قلق الأولياء وكذا التلاميذ من هذه الفترة الحرجة التي يخضع فيها ربما التلاميذ لضغوط كبيرة لإظهار قدراتهم ربما وتحقيق نتائج ممتازة أيضا لإرضاء أوليائهم بالدرجة الأولى، ولكن يبقى هذا الأمر مرتبط بعامل أساسي لتحقيق الهدف المرجو والذي يتطلب استعدادا جيدا نفسيا وكذا بيداغوجيا من خلال الممارسات الصحية أو الصحيحة والتركيز على التحضير المنظم وكذا الذكي. إذا للحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع وبهذا الخصوص ندعوكم لمتابعة جملة من النصائح والخطوات والإرشادات التي لابد اتباعها مع الأخصائية النفسانية والمعالجة الأسرية سمية قصير. أهلا بك سيدتي وصباح الخير. صباح الخير مروة، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام. شكرا لك على تلبية الدعوة. بداية يعني خلال هذه الفترة أسبوع قبيل بداية الامتحانات الرسمية، امتحان شهادة التعليم المتوسط وبعدها يليها امتحان شهادة البكالوريا، ربما هذه الفترة فترة أجواء التحضير لهذه الامتحانات. في البداية دعينا ربما أن نتكلم أو نوضح للمشاهد الكريم سؤال في العموم، هل هنالك حقيقة وعي أهمية من طرف الأولياء في التحضير، جانب يعني التحضير النفسي لأبنائهم أيام أو هذه الفترة قبيل اجتياز الامتحانات؟ يعني احنا الوعي ربما يكون كي يشوفوا هذاك التلميذ راهو يعاني نفسيا، في البدايه يكون ما يكونوش واعيين بالغلطات نتاعهم بسلوكهم، فكي يشوفوه يعاني ربما يلجؤوا في بعض الاحيان الى الاستشارات، يلجؤوا الى يسالوا اهل الاختصاص يشوفوا هذاك وليدهم ولا ما ياكلش ربما ولا يعني عنده اعراض جسميه، لانها تتمظهر هذاك القلق يتمظهر على شكل اعراض جسميه لها انعكاسات ايضا يعني على الصحة الجسدية أيضا. نعم تقول هذاك القلق يخرج على شكل أعراض جسمية، عنده مثلا يولي ما ياكلش، يولي ما يرقدش، يولي قلبه يخبط بزاف، يولي حتى يوصل في بعض الأحيان إلى الغثيان، تقيؤ، دونك أرق. دونك هنا كل هذه الأعراض تلفت الانتباه نتاع الأولياء ويقول لك وليدي واش به، ربما محتاج مساعدة نفسية ولا ربما محتاج معاملة خاصة. فيعني ثمك وين يبدا الوعي. ربما بما أنك أنت تحتك لكن أستاذة سمير نسيم عفوا سمية قصير تحتك كثيرا بالأولياء ومعالجة أسرية أخصائية نفسانية، كنا في الكواليس تكلمنا ربما أنه الجيلين أو الجيل في وقت مضى ليس الجيل الحالي، ربما ما المتغير؟ نعم احنا دوكا نشوفوا الأولياء يهتموا بزاف بالنقطة نتاع العلامة، يعني العلامة والنتائج والمعدل. نعم هذيك هي وليدهم ولا معدل ولا نقطة ولا يعني علامة كما قلتي. فيعني احنا في مثلا في نتكلموا على الجيل تاعنا ما كانش هذا الشيء، يعني ضغوطات كل هذه الضغوطات كل هذه الضغوطات ولا الأولياء يعني يشوفوا في وليدهم بعلامة ما كانش هذا الشيء. نقدروا نقولوا بلي الأولياء ولاو يشوفوا شغل النجاح نتاعهم ربما ما لحقش النجاح معين، ربما ما تحصلش على شهادة البكالوريوس ولا ما قراش ما كملش الدراسه نتاعو، فتقعد له هذيك الحرقه كما نقولوا، تقعد له وكانها صدمه، فيحاول يعني وكانه هذاك وليدهم شغل تكميل عليهم، هو اللي راهو ينحي لهم هذاك ويمثل صورتهم، دعينا نقول يمثل صورتهم ويعني ويشرفهم قدامه وكانه النجاح نتاعهم، كي ينجح التفاخر يفتخروا به، ولكن من بعد هو بلا هما يعني
بدون وعي راهم مش حيديروا الضغط عليه، فيمارسوا نوع من الضغط لاقرا اجري وسجب مليح. ربما في بعض الاحيان ما يعني حتى العلامات تكون توقعات كبيره، فمش غير تجيب ولا باسي ولا يعني انتقل، لا ربما يعني كثير من الاولياء دوكا راهم يكزيجيو يعني علامات جد مرتفعه، يقول لك لازم تجيب معدل الفلاني، ما يهموش الانتقال فقط. فهذا كل هذه الممارسات والسلوكيات حتاثر سلبا طبعا على نفسيه هذاك التلميذ. ودعينا نقول انه للمشاهد يعني حقيقه هنالك تلاميذ وابناء من شده الضغط يلجؤوا الى اطباء ومختصين نفسانيين. نعم، بسبب يعني الامتحانات وضغوطات الامتحانات. نعم، يعني في حاله حرجه يعني مساكن في 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 اعراض جسميه، في يعني في في حاله نفسيه يعني جد مضطربه. فهنايا نبحثوا مع التلميذ هذا ونشوفوا الجو نتاع العائله حقيقة. نشوفوا ثانيك افكاره، في بعض الاحيان العائله ماش دير ضغوطات ولكن هو داير ضغط لنفسه، هو داير توقعات عاليه لنفسه، هو داير كثره التفكير ايضا، كثره التفكير يعني الثقه بالنفس نتاعو يعني تنخفض في هذه الايام الاخيره، خاصه رانا في اسبوع قبل الامتحان، تنخفض ثقته بنفسه، يقول لك دوك نفشل، افكار يعني جد سلبيه، دوك نفشل، دوك ما نعرفش، دوك نخذل الاولياء نتاعي، يحس بمسؤوليه كبيره امامه، يقول لك لازم نفرحهم. انا ما تخفلكش اختي، خاصه انه يتحمل ربما هذه المسؤوليه على عاتقه وهو في عمر صغير. صغير نعم، نعم. هو ماهوش عارف اهميه هذاك، مثلا زعما عندنا الدراسه اللي هي المستقبل تاعو، ولا هو يشوف فيها غير كيفاش يرضي والديه وكيفاش يفرحهم. يعني احنا التلاميذ ما يعرفوش، خاصه في هذا السن بالنسبه للتلاميذ المقبلين على شهاده تعليم متوسط، ما يعرفش باللي هو المستقبل تاعو يقدر يروح غير بالعقل، حتى وان يكونوا نتائجه متوسطه يقدر ينجح في هذه الحياه. يعني كل هذا ما يعرفش، هو يقول لك باللي لازم نفرحهم، لازم يفتخروا بي. يعني هو التلميذ بحد ذاته يدير ضغط لنفسه، يعني تزعزع ثقته في نفسه، وكي تزعزع ثقته في نفسه يكون عنده افكار سلبيه وبالتالي اعراض جسميه ايضا. نعم، ربما بما انك تكلمتي على نقطه مهمه جدا وطرح مهم، وهي الثقة، ربما علاقة الثقة في تكون ربما علاقتها بالنتائج يعني علاقتها بالصحة النفسية. ربما اليوم كيف على الأولياء تعزيز ثقة أبنائهم في أنفسهم؟ نعم، دائما لازم يشوفوا في هذا الطفل في وليدهم بأنه يقدر، فإذا شافوه يعني نظرتهم مهمة كثير، نظرتهم لوليدهم راح تأثر عليه يعني حتما، فيشوفوه باللي قادر، يشوفوه يعني بالتشجيعات، بالكلام، برفع المعنويات. مثلا يقدروا دائما يقولوا، خاصة في هذه رانا بقالنا أسبوع، يفكروه في التجارب نتاعو، يقولوا له أنت قدرت، نجحت في هذا الامتحان، ولا مش غير في الامتحان، في حياته اليومية راهو دار هكذا. كاين صفات دوكا راهو يعني لازم له تلميذ يتحلى بها، مثلا نقدروا نقولوا لازم له الإرادة، نعطيو أمثلة، لازم له إرادة، لازم له ثقة بالنفس، لازم له الصبر باغ اكزومبل باش يراجع إلى آخره. فمثلا بالنسبة للإرادة يقولوا له هيا كان عندك الإرادة مثلا أنت في التجربة الفلانية، تذكير بالتجارب السابقة ناجحة بالنسبة لي والإيجابية مهمة كثير، فهو يعاود يكسب هذيك الثقة في نفسه ويتفكر باللي صح، حتى ربما يذكره أنه كان اجتاز أيضا امتحان شهادة الابتدائي. نعم، أيضا. نعم، وكان امتحان عادي، وهذا امتحان شهادة المتوسط هو امتحان مماثل ومشابه لها لذلك أيضا الامتحان. نعم، هذه نقطة مهمة كثير أختي مروة، باش يعزوا له ثقة بنفسه ويعاونوه، باسكو يعني مهم كثير، دور تاعهم يعني مهم كثير في هذه الفترة. نعم حقيقة. ربما ننتقل لنقطة أخرى، وهي هذه الفترة فترة أسبوع، كيف له هذا التلميذ أي أن ينظم دعينا خطواته في المراجعة أيضا؟ نعم. نعم، نتكلم في هذه النقطة أختي مروة على واحد الإشكالية اللي راهم الأولياء قاع يعانون منها، اللي هي كيفاش يقرأ والهاتف، مشكلة على الهاتف. نعم. نعم، لأنه ما ننساوش بلي رانا مع مراهقين وكانوا يعني يستعملوا الهاتف، سواء الهاتف تاعهم الشخصي ولا خاصة في الوقت المعاصر والحديث. نعم، اليوم الهاتف يعني شفنا باللي
الاولياء مرافق ليه. يعني شغل ضغط عليهم من هذه الناحيه تاع مازال لنا مثلا اسبوعين، نحكي لك الاولياء اللي جاوني في هذه الاونه الاخيره بقاو اسبوعين ولا بقى شهر نحي لك الهاتف، فهنا ما كانش تقبل، ما كانش تقبل نهائي، لانه يشوف في اصحابه مازال يعني يتواصلوا ما بيناتهم مازالهم مكذا، وهو خلاص يعني شغل يعني قرار داوه الاولياء ما تناقشوش فيه مع التلاميذ. بالنسبه لهم هذاك هو القرار قرار نهائي والصائب. نعم. وبه اللي راهو حا يزيد يقرا ويجتهد ويعني يكرس وقته كاع للدراسه، فهنا ومن بعد هناك رفض يعني تام، حتى ربما انه يكون تفكيره كله في الهاتف، تفكيره وتاع ناحيه لي هذه انا ما نقراش، يعني كاريمون كانتقام، انتقام كرد فعل، يعني كرد فعل مراهق يعني. هنا يعني نوصل الاولياء في هذه النقطه بالتفاوض، لا نيغوسياسيون، نتفاوض مع هذاك وليدي على شيء ما، مثلا بالنسبه للهاتف سي فري كو مازالنا مثلا اسبوع صح، كيفاش نقدر نمدوا هذا الهاتف من ناحيه واش نهائيا، ولكن ربما نقصوا منه، ربما انت تقرا لفتره معينه مثلا بالمقابل مثلا تقرا ساعه، نعطيك مثلا ربع ساعه، فيقعد في التواصل مع اصدقائه للترفيه الى اخره، وميم طون يجتهد وتكون كاينك شغل نيغوسياسيون ما بين الاولياء والتلاميذ. هذه نقطه مهمه جدا كثير كثير. نعم. ونقدر نقول بلي معظم الاولياء راهم يعانيوا منها، فدائما نقول الاولياء تفاوضوا مع ولادكم، ماشي تاخذوا قرار اللي تناقشوا حاوروا ابنائكم. نعم. تناقشوا معاه واش تمد لي واش نمد لك. نعم. فوالا دونك نخرجوا بحل يرضي الطرفين. فوالا هنا الاولياء يكونوا راضيين لانه خلاص راه قام بالعمل تاعو وراجع وحفظ وكذا، وان ميم طون المراهق ثانيك ما انفصلش نهائيا على العالم الخارجي نتاعو، على اصدقائه وعلى كذا، وثانيك ما سببلوش الضغط لخاطرش طول الوقت هو يقرا ويراجع ويحفظ، ثانيك يعني شغل راهي ضغط. بخصوص هذه النقطه ايضا استاذه سميه، وهو المراجعه المكثفه تاثيرها. نعم. على النفسيه. نعم. احنا رانا الاسبوع الاخير قرا كثير منهم انه يقول لك الاسبوع الاخير ولا الاسبوع قبيل الامتحان نكثف المراجعه في المراجعه. نعم. وكلش دونك هذا شيء خاطئ جدا، لانه في الفتره هذه الاخيره مراجعه خفيفه، تلخيصات وحل الأسئلة السابقة، يعني امتحانات تجريبية سابقة. نعم. فقط، وهنا ويكون بالوقت اللي هو كيف نعود نوليو للتفاوض، الوقت اللي حدو التلميذ، يعني إذا قال لك أنا نحب نقرأ صباحا باكرا فنحترموا رايو، ما نقولوش باللي بزاف الاولياء يقول لك لا لازم تقرا صباح بكري ولا لازم تقرا يعني مع الحشيه كاع، فيعني شغل وكانه هو اللي حدد له الوقت، الوقت يحدد التلميذ لانه هو يعرف وشنو هو الوقت اللي يكون فيه فعال. كل واحد فينا عنده وقت محدد يكون فيه فعال جدا، كاين اللي صباح بكري، كاين اللي مع الحشيه، كاين اللي في الليل كاع. انا مثلا التلميذ يقول لي انا نحب كي ترقدوا كاع ونقرا هذيك الساعه هذاك الهدوء الهدوء، نحترموا رايو لانه في هذاك الوقت بالذات هو راهو فعال، ولا نكزيجيو عليه نقولوا له روح راجع دير مراجعه جماعيه، كيف هو ربما ما يساعدوش المراجعه الجماعيه، ولا يقول لهم انا نحب نراجع مع اصدقائي ونفهم خير كي هما يرفضوا، الاولياء يرفضوا. هذه ثاني خاطئه، يعني نحترموا هو واش يحب، لخاطرش اذا شفنا يعني هو واش حب يعني رانا راهو حي يعني يساعد نفسه ويراجع. لكن هنالك كاين ايضا جانب اخر، وحنا بما اننا نتكلموا على المراجعه المكثفه، هنالك البعض اللي يتوجه لدروس الدعم ودروس الخصوصية. نعم. خلال طيلة هذا الأسبوع، وربما أيضا في أيام الامتحانات ربما يتوجهوا كثير للمراجعة والدروس، دروس الدعم والدروس الخصوصية. دوكا كيف نعاود نوليو الاحتياجات هذاك التلميذ، إذا هو ما قدرش يفهم وحده مع الدروس نتاعو مع الورقة نتاعو، ويقول لك أنا ما نقدرش ماذا بيا لو كان أستاذ راهو يعاونني ويفهمني ويدير لي الأسئلة، فنحترمو كيف رأيو. إذا قال لك لا وليدك يقول لك لا أنا نحب خليني من دروس الدعم، انا نقرا وحدي ونفهم وحدي، وربما بال بال اونلاين يعني كاين بزاف دروس عن بعد. نعم. اللي
اللي راهم يقراوهم يقول لك انا نفضل عبر منصات وعن بعد. نحترموا كيف كيف رايه، لانه كل واحد كل تلميذ كيفاش يحب هو، ما نفرضوش عليه برك طريقه معينه ولا وقت معين. نعم، ربما دعينا يعني بخبرتك استاذه سميه قصير، العديد يقول لك فتره الصباح والفجر هي فتره ممتازه ايضا للمراجعة أيضا. نعم، هي حقيقة هي ممتازة ويعني ويكون فيها مرتاح إلى آخره، بصح كاين تلاميذ اللي يقول لك يفضلوا ربما يقول لك أنا ما نحبش نوض بكري، يقول لك مراهق أنا ما نحبش نوض بكري، نحب في الليل كاع ولا مع العشية، كيف كيف نحترموا الوقت نتاعي. حقيقة يعني نعم. تعود لرغبة التلميذ. أيضا لو نتكلم عن نقطة أخرى مهمة أيضا وهي النوم. النوم نعم، يعني النوم ربما من الضغوطات النفسية وشدة الضغوطات النفسية راح يأثر، تكلمنا بما أنه تكلمنا عن الانعكاسات. نعم. وربما الأمراض المصاحبة لهذه الاضطرابات النفسية والضغوطات النفسية، ربما تكلمنا عن دعينا نقول الغثيان، آلام الرأس إلى غير ذلك، من بينها أيضا الأرق. الأرق نعم. وقلة النوم أو صعوبة النوم يعني كنتيجة للضغوطات إلى آخره. نعم، يولي ما يرقدش، يولي صديق راهو ستريسي بزاف، دونك هنا نفهمو نبحثو عن الأسباب نتاع الأرق نتاعو. يعني ماهوش يرقد، نشوفوه باللي بالك طول الليل ماهوش يرقد، نبحثو عن الأسباب النفسية اللي خلاته وعلاش راهو ما يرقدش في الليل. سيغمون راهو يفكر بزاف، سيغمون راهو عنده أفكار كثيرة، أفكار سلبية، توقعات سلبية، دونك نبحثوا على السبب. نعم، ربما ما نتكلموا بما أننا نتكلموا يعني أستاذة سمية قصير، أعطينا إرشادات وخطوات يجب على الأولياء اتباعها خلال هذه الفترة، الفترة لتخفيف الضغط النفسي على أبنائهم. نعم، أول شيء تغيير الجو العام تاع الدار تاع المنزل، تغيير أفكارهم، شافوا وليدهم عنده أفكار سلبية وراهو يقول له يعني خايف ما نفرحكش، نغيروا له هذوك الأفكار، لأنه يأكدوا خاصة يأكدوا على الجهد المبذول. يعني قال درت اللي عليك، قريت، ما يهمنيش أنا النقطة، فهذه التلميذ حيرتاح، يقول لك خلاص أنا يعني مانيش حنكون نكون يعني بالنقطة، راني حنتحاسب. فنحاسبهم على الجهد المبذول، نكافئوهم أوسي على الجهد المبذول. قلنا ايضا مراعاه قدراتهم، وليدي نعرفوا باللي متوسط هذاك واش يقدر، نراعي القدرات نتاعو يعني ما نطلبش فوق طاقته، ما نطلبش يعني معدل كبير ولا. ابتعاد عن المقارنه، الابتعاد ثانيك على التهديدات والتخويفات وهذو ما. بما انك تكلمتي عن المقارنه اليوم، هل نعيش حقيقه انه الابنياء كثير مقارنه كثير. يعني نعم كثير يقارنوا بخوه الكبير، يقارنوا بوليد عمه، يقارنوا بوليد الجار، وهذا ياثر على نفسيته يولي شغل راهو امام مسؤوليه كبيره ولازم نجيب خير منه، يولي هذيك نبرهن ربما قدوه، يعني منافسه سلبيه، يعني مقارنه سلبيه هذه. ربما اعطينا مقارنه ايجابيه، مقارنة او إيجابية. تحفيز ايجابي، تحفيز ايجابي هو انه انت قدرت يعني تجاربه تاعو الخاصة به ماشي تاع واحد اخر. نقارنوه بنفسه، نقارنوه بهو واش كان وكيفاش راهو. فهذه هنالك البعض ايضا يقدموا، بما انك تتكلم عن الامور السلبيه، ربما البعض من الاولياء يتابعها. نعم. انه يقول لك اذا ما تحصلتش على هذا المعدل او ما تحصلتش على الشهاده راح يكون جزاء، راح يكون ليك جزاء يعني ينتظرك، عقاب ينتظرك. يعني هذه السلبيه كثير، لاخاطش مسكين هذاك التلميذ راهو دار، خاصه اذا دار مجهود، اذا ما دارش مجهود حيتعاقب وحينحيوا له شي امور، يعني هذيك من حق الاولياء، ولكن اذا دار مجهود وتعب ويعني ودار اللي عليه ما يستاهلش هذاك العقاب. قلنا دائما نكافئوه ولا نعاقبوه على الجهد المبذول، على واش دار، ماشي على النقطه والمعدل. داكوغ، دونك قلنا الابتعاد عن المقارنه، الابتعاد
عن كل ما هو سلبي وكلام سلبي وتهديدات وتخويفات وكل هذا الشيء. نعم. نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذة أخصائية النفسانية والمعالجة الأسرية سمية قصير، شكرا لك على مشاركتك لنا هذا النقاش، هذه الفترة النقاشية الصباحية التوعوية للأولياء وكذا للتلاميذ. ربما نصيحة أخيرة أردت أنك تقدميها. نصيحة أخيرة، ثقوا في أولادكم، وبالنسبة للتلاميذ ثقوا في أنفسكم أوسي. نعم، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك، شكرا على حضورك معنا مشاهدينا. نعم مشاهدينا الأكارم، إلى هنا نصل إليكم إلى ختام هذا العدد ضيف غرفة الأخبار، نلتقي في الفترات القادمة بإذن الله.